بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع في مدارس هيبة الله، أسعد الله أوقاتكم. اليوم رح نحكي عن some, any. Some بمعنى بعض، any بمعنى أي. رح نعرف استخدام كل كلمة من هذول الكلمتين. Some تستخدم مع الجملة المثبتة، نستخدم some مع الجملة المثبتة affirmative sentence. مثال: here is some food for the cat. لاحظوا ان هاي جملتي مثبتة، لا هي سؤال ولا هي جملة منفية، اذا هي جملة مثبتة affirmative sentence. استخدمت some مع الجملة المثبتة. مثال اخر: there are some apples on the table. هلا عندي مثال اخر فيها جملة مثبتة لا نفي ولا سؤال، مش موجود عندي لا نفي ولا سؤال، إذا بستخدم كلمة some مع الجملة المثبتة. Some مع الجملة المثبتة اللي لا هي نفي ولا هي سؤال، بستخدم some. نيجي على أني. أني إلها استخدامين، تستخدم أني في السؤال وفي الجملة المنفية، في السؤال وفي الجملة المنفية. مثلا مثال أول عندي: are there any messages for me؟ هل هناك أي رسالة لي؟ لاحظوا أني أنا سألت سؤال، بما أنه أنا عندي هذا السؤال إذا بستخدم أني. أني للسؤال، أني تستخدم في السؤال. عندي مثال آخر: there isn't any pencils in the bag. لأنه أنا عندي جملة منفية فيها not، إذا على طول بستخدم أني. هلا عندي تمرين آخر بيحكي لي عن استخدام some وأني. Fill in the blanks by using some or any. نطلع الجملة الأولى: I gave them فراغ food. لأنه أنا عندي جملة مثبتة فرح أستخدم some، رح أستخدم some لأنه أنا عندي جملة مثبتة. إذا some مع الجملة المثبتة. مثال آخر: Have you got فراغ brothers or sisters؟ إيش أحط؟ لأنه أنا عندي سؤال هنا فرح أستخدم any. إذا راح أستخدم any في السؤال. Have you got any brothers or sisters؟ مثال آخر ثالث: Rana bought فراغ box yesterday. هلا أنا عندي جملة مثبتة لا فيها نفي ولا فيها سؤال، فعلى طول بستخدم some. على طول بستخدم some. إذا استخدام some مع الجملة المثبتة ومع السؤال. مثال آخر الرابع: I don't have فراغ green shirts. لأنه أنا عندي هون نفي فعلى طول بستخدم any. على طول بستخدم any. إذا استخدمنا some مع الجملة المثبتة، استخدمنا any مع السؤال ومع النفي. Thank you very much. يعطيكم ألف عافية.